كل هذه المشروعات اللي عددها الست اللواء محمد عبد الواحد يعني كانت تحتاج إلى ربما عزيمة وإصرار، لأنه ظروف القارة الأفريقية تختلف عن غيرها من القارات. يعني إحنا بنتكلم عن مثلا خط القاهرة كيب تاون، بنتكلم عن الإسكندرية مومباسا أعتقد، الإسكندرية فيكتوريا المتوسط، فيكتوريا يعني كلها يعني طرق بتمر في دول بها اضطرابات سياسية، أحيانا اضطرابات عرقية. يعني كيف آمن صانع القرار المصري بضرورة أن تتحقق هذه المقولة القديمة، وهي أن مصر هي بوابة أفريقيا؟ هي طبعا يعني أنا في اعتقادي أن ده جزء مرتبط بفكرة الإرادة السياسية وفكرة أن تكون إفريقيا جزء أساسي من المكون حتى الثقافي والمكون الاجتماعي. يعني حتى أحد الحاجات اللي تلفت الانتباه مع رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي أن احنا بنعيش ما يشبه الحالة المجتمعية. يعني النهاردة سيادتي اللي هو جاي من معرض الكتاب، وأنا كنت في معرض الكتاب، وكلانا في ندوة منفصلة، وكلانا عن أفريقيا. يعني حتى الوزارات والهيئات أنت تقريبا تجد يوميا في معرض الكتاب مثلا 5 أو 6 فعاليات أو ندوات عن أفريقيا. فكرة الحالة المجتمعية دي أنا في رأيي هي مرتبطة بالحالة التي أوجدها صانع القرار السياسي، وبالتالي فكرة الإرادة السياسية التي دفعت بمصر أن تكون جزء أساسي من هذا التحول. النقطة التالية برضو حتى يعني توضع الأمور في نصابة من ناحية استراتيجية، يعني أنت ربما تبنيت هذه القرارات والقوى الدولية. يعني أنا سمعت من مسؤولين صينيين على أعلى مستوى، نائب رئيس الدولة، أن مصر هي بوابة الصين لأفريقيا. روسيا قالت هذا الكلام في قمة سوتشي، اليابان نفس الشيء في قمة التكاد، بريطانيا بشكل كبير قالته مؤخرا. لكن برضو يجب أن ننظر للأمور برضو بنظرة موضوعية، أن هناك منافسون متواجدون، وهناك ما يشبه أن نسميه بلغة الاستراتيجي القوى الصاعدة في أفريقيا. وأصبحت المعادلة أنها أمام مجموعة من المتنافسين في القارة الأفريقية. أنت ما زلت لك دور، ودور أنا في اعتقادي أحد قوة هذا الدور أنك ليس لك ميراث استعماري في القارة الأفريقية، بالتالي فكرة المنافسة موجودة. بالعكس لكن أنت لك يعني أفضل رصيد، يعني بالضبط لك رصيد، يعني لك رصيد بالضبط كده، رصيد في التنمية، رصيد في التعبير الأدق، والرصيد طبعاً يعني لأننا ما زالنا شركاء، لك رصيد كشركاء تنمية، رصيد في التحرر من الاستعمار، رصيد في إعادة بناء هذه الدولة. وربما أيضاً يعني إن جاء الفرصة فكرة رصيدك الحالي بقى، ما هي أدواتك الحالية؟ أعتقد بناء القدرات في القارة الأفريقية، وبالتالي فكرة الإرادة السياسية مع فكرة وجود منافسين. لكن يظل في النهاية أنت هذا الوضع وصلنا إليه من نقطة في غاية الأهمية، وهي فكرة أنك تنتهج نهج تجاه القارة الأفريقية فكرة المكسب للجميع. يعني حينما تحركت مصر على سبيل المثال في قناة السويس الجديدة، جزء كبير جدا جدا المناطق اللوجستية في قناة السويس أنها تخدم عملية التصنيع في القارة الأفريقية، وأن تكون هذه المناطق البوابة لأفريقيا على أوروبا. كما تذكرت حضرتك رغم المخاطر السياسية الموجودة في بعض الدول، مع الإشارة أن أيضا يعني ربما فكرة وسط أفريقيا يعني ما زال لدينا بعض الصراعات في جنوب السودان، في أفريقيا الوسطى، في الكونغو، لكن بشكل عام القارة الأفريقية الآن في وضعية أمنية تختلف كثيرا جدا عن الفترة الماضية. إذا كنا يعني في التسعينات كانت قارة أفريقيا تصنف بأنها أكثر مناطق الحروب الأهلية والصراعات، ربما أفريقيا الآن مختلفة. يعني حتى استراتيجية 2020 وإسكات البنادق أنت تتحدث عن قارة مختلفة، وبالتالي أنت جزفت إنجاز التعبير بإرادة سياسية. هناك فكرة المكسب للجميع بقى، يعني ده النهج المصري اللي تبنيته حتى مصر منذ الصندوق الفني للتعاون مع أفريقيا في الثمانينات، إن أنا أفيد وأستفيد. وبالتالي فكرة حتى المناطق البرية تحدث عنها الست اللواء مع السودان مثلا، المعابر البرية، أحد المزايا الاستراتيجية من هذه المعابر البرية أنك ستتيح لخمس دول حبيسة في القارة الأفريقية أن تنفذ سواء إلى البحر المتوسط أو البحر الأحمر. يعني مثلا جنوب السودان، إثيوبيا، بعض المناطق في أوغندا، هذه المناطق تصنف دول حبيسة من ناحية الجغرافية. بالتالي أنت فكرة المكسب للجميع أتصور أنها جسرت بشكل كبير هذه العلاقة بين مصر وأفريقيا.